كما أكد الرئيس السيسي أن هناك دولا في القارة الإفريقية لديها قدرات زراعية عالية، مضيفا أن تكلفة تأهيل وزراعة مليون فدان يصل إلى 200 مليار جنيه أو ما يعادل 30 مليار دولار. طب ما في دول في القارة الإفريقية عندها قدرات للزراعة قد كده مرات كثيرة، لكن حد من زمايلنا اللي موجودين هنا يعرف ان انا عشان ازرع مليون فدان محتاج ان يكون في الكهرباء بتاعتهم ودي تتكلف اموال ضخمة، محتاجة ان يكون في طرق وسكة حديد ودي عايزة اموال ضخمة، ثم عايزة التكنولوجيا الزراعية حديثة ودي اموال ضخمة عشان مليون فدان، مش عشان اتكلم على 25-30 مليون فدان او اكتر في دول جنب مننا. في يعني مش انا ما بحبش اذكر اسماء دول عشان ما يعني ما حدش يبقى ليه يعني يتألم من حاجه. احنا بنتكلم على اشقاء لنا عندهم 200 مليون فدان قابلين للزراعه. صحيح. طب ما احنا بنتكلم على الموضوع ده بقالنا 50 سنه. ما زرعوش ليه؟ لان المطلوب مش موجود. المطلوب مش موجود ودي القضيه. القضيه ما بين الواقع اللي موجود وزي ما قلت كده والقدرة على تغييره. عشان تزرع المليون فدان دول بتتكلم في 100 و150 و200 مليار جنيه، يعني 35 مليار دولار. بالمناسبة لأي حد بيسمعني اوعى تفتكر ان انا بقول ارقام، دي ارقام انا لا مؤاخذة بدير العمل بها في مصر هنا.